الكهرب. وجدت الكهرباء قطع، لقيت الكهرباء قطع. يحتاج الى فيوز. يحتاج الى فيوز، ما كان قبل شيء اخذت فيوز. الاغراض اللي معك، اين هي الاغراض التي في جعبتك؟ ليش فلاش؟ ليش فلاش ثاني؟ وير ار يو؟ عبد الله انتبه، عبد الله انتبه، هذا يضربك. انتبه. ارجع. النور. لاحظت شيء على الوحش؟ في معه نور. ايه ايه. نفس هذيك ويسفي ليزلي ليزلي ليزلي. هذيك ملامح. الله يستر، الله يستر، الله يستر. اوه بنطلع برا. اوه يا تاسك كومبليت. اسمع اسمع شت. السلام عليكم، حياكم الله ملزلزين مكلبزين في الحلقة الثانية من مونستروم، ولكن هذه المرة مع الملزلز. عبد الله الدوسري خاض هذه التجربة وجابوا فيها العيد الوحوش أبو جدايل اللي له شعور، والثاني اللي يشبه حمد الحانوتي. الآن دوري في تجربة هذه اللعبة، لكن نقول حنا الله يستر. طبعا أنتوا الحين تشوفون في إضاءة في وجهي، حتى الصنادق حقتي واضحة جدا لأني عدلت الإضاءة عندي. أول كانت الإضاءة عبارة عن الإنارة العادية يعني في أي غرفة، لكن الحين عندي إضاءة خاصة في الكاميرا، إضاءة هنا وإضاءة هنا، يعني ممتازة. أهم شيء أنها ممتازة الإضاءة. صنادح واضحة؟ واضحة. المهم طبعا أنا سألت في السناب، اللي ما يتابعي في السناب هذه مشكلته، لكن أنا سألت قلت اللي يعرف معنى مكلبز راح أذكر اسمه في الحلقة الجاية. أي حلقة هو ما يدري، فأنا كنت قلت خلني أحطها في الحلقة هذه أفضل. طبعا الإجابة المعنى الصحيح هو واحد نكه أحب الله. طبعا هو اللي جابها بشكل دقيق، لأن في ناس كثير يسألون وش معنى مكلبز، في ناس يحسبونها مسبة، في ناس يقولون اسم غريب. شوف مكلبز نفس معنى ملزلز. ملزلز طبعا تجي بحلو وبدب، لكن مكلبز تجي في الشيء الكبير والدب. مكلبز دب وكبير. طبعا بتقولوا لي ايش دراك؟ طبعا انا اعرف الكلمه من كثر ما اتابع افلام مصريه، اشوف الكلام المصري كيف ينطقون الكلمات هذه، واعرف الكلمه بعدين اشوف ينطقونها على ايش. فعندنا ابو امام اللي هو عادل امام، يعني ما يحتاج افلامه معروفه. فشوفوا هذا الفيديو وش قال عادل امام. وساتك عندك التحريه مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مكلبزه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص بالتيشنز دي. لاحظت وش قال؟ قال كلمة مكلبزة، يعني كلمة كبيرة دبة، فهمتوا كيف؟ فالمكلبز معناته الدب كبير. المهم يلا خلونا نكمل. يلا طبعا أنا أكمل، يعني أنا أبدأ من جديد، مو أكمل، أبدأ من جديد. الله يستر. لاحظوا الإنارة هذه، شفتوها؟ هذا الإنارة زي اللي في كيدمان كيدمان كيدمان. يخرب بيت أم لمبة، أم لمبة، أنا أقول يخرب بيت، لا هي أم لمبة أنثى. يلا بدينا طبعا نفس مكان اللي بدأ منه عبد الله. يا أخي الإضاءة إذا قمت أطالع فيها كثير توجع عيوني، فبحاول أني ما أطالع فيها كثير. يلا أحاول وأطالع. سلامات. المهم المشكلة أن الإضاءة تنعكس، في انعكاس يصير على الشاشة، بس عادي. يلا دقيقة، عبد الله جاء من هنا. أيوه حبيبي انت شوي شوي، والله الجير سريع. طيب شلون اشغل هذا؟ ايوه ترى المشكله فيها نكبه اللعبه. شنو سلوني شنو النكبه؟ اللعبه فيها نكبه، فلاش يخلص، فلازم ما اشغل كثير. يا ليل الوحش هذاك، يا ليل الليل. ايه ولاعه ولاعه ترى زينه. سكر الدرج ذا. أدري هذا وش ذا، هذا وش ذا يا ولد، يا ولد هذا أظن حق الكهرب. هذا الفيوز. ما قلت لعبد الله يوم إنه جاء عند الكهرب، ما قلت لعبد الله شوف الأغراض التي في جعبتك، أقصد الفيوز. مدري ها
اخرش اصلا فتحه الباب تخوف. وين الغرفه اللي جاء عبد الله؟ انكب الركضه كذا. غرفه وين اللي جاء عبد الله؟ سكر سكر. اوف لا لا يا ليل الليل. عبد الله وين جاء؟ العيد الله يستر. لا لا حبيبي عبد الله جاء على طول، جاء على طول بعد ما قرأ الورقة طلع من الباب جاء المكان هذاك. بس وين؟ أنا جالس أدوره. خذها خسران شيء. هنا معقولة جاء هنا؟ أصلا غرفة ذي غريبة ما أقدر أفتحها، شكلها تفتح من داخل. شوف أنا مش لا شايل الفيوز يعني ما في إلا من هنا. شكل الغرفة هنا. ها انكب. المهم انه بيشرفنا الحين الحبيب ذاك، هو ما يباعد ما يطول ابد. شطرطول، قلت شطرطول ولا ما قلت؟ مو شطرطور، شطرطول. قلت انا ولا ما قلت؟ قلت عبد الله، بس عبد الله ما صدقني. عبد الله يلعب مدرع. اوه الحركه اني اطفي الكهرب، الحركه اني اطفي الكهرب زين، وبعد ما اطفي الكهرب احط شطرطول على الكاميرا عشان ما يشوفني ذاك التسل. خرب بيت على بيت بيتك الحين. أنا اللي قهرني الغرفة ذيك وين؟ أوه ويخرب بيتك يا شيخ. ويخرب بيتك يا شيخ. من وين طلع ذا؟ حيوان كلب. لا لا أوف يا ساتر، خرشني الكلب وانا جاي مشوت. هذا يتدوج بالسفينة معنا حبيبي ذا، هذا ماي. طيب ريح، هد اعصابك يا ولد. يا ساتر، لازم احصل الغرفة، لازم لازم احط حق الفيوز. وينه؟ ايه فيوز وينه؟ ايه دقيقة، وهذه اللي بتلحس مخي. الغرفة هذه اللي جاء عبد الله وينه؟ هنا. لا ميب هنا، هذا الكوب. عرفتوا الكوب؟ يلين بيجي 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 الكلب. حيوان هذي. يلين طلعت برا. طيب هنا جو 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 جو. طفل لمبه وسكر الباب. اقعد هنا. طف النور. النوم زين. بيجي خرب بيته. بيجي الحين يدورني يتلفت مين ويسار. وينك يا ملزلص؟ انا ويني؟ انا مندس خايف منك. كبس للاجاب. ها ها شاف عبد الله. فاتتك، فاتت عبد الله الحركه ذي. في خطا في اللعبه ان الفلاش يطلع برا. ايوه يا ليل، نفس نظام اوت لاست. تجلس يدخل الوحش وانت خايف مرتجف. ايش فيك؟ والله اللعبة جامدة يا ولد، بس المشكلة ما تعطيك فك اللعبة. يعني الوحش ليت يضربك وبعدها توكل على الله. لا صدقوني يا عيال انه ما راح يقدر يجي. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا شيخ.
يخرب بيت أم ونان تكذي. سكر سكر. آه قهرني الكلب. سكر سكر. جاء 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 جاء. اسمع يخرب بيته والله انه زي ملمبة. اي الكلب حيوان كلب حيوان مجرم. شفتوه؟ هذا هذا اللي مسك عبد الله وعطاه وحده. بس تحداك تجيني كلب هنا. خاوينا قام يوسوس لي. بدوج هنا بدوج هنا حبيبي. انا ما علي منه. ايوه يا ولد ابواب كثيره يا ولد. وشوف عبد الله تراك ما جيت هنا. ما مطبخ كيتشن وتيب هنا بعد. حبيبي لازم تسكر الكاميرات. ما تسكرين تروح عليك غلطه. والله اللعبه تخوف يا عيال. والله العظيم تخوف. ها اتوقع عبد الله جا هنا. والله ما ادري. اغراض كثيره. شوف شوف ايه بيض كان. لا هذا تايمر. وش اللي بيض؟ تبي تيجي يا كلب بستخدم عنه. سمعتوا؟ سمعتوا؟ هنا هنا السل. هنا ما في دولاب. ندخل علي خلاص. سلم على روحك. والله اني اكلك. بتيب على الكاميرا. الله يقطع ذا الوجه. سمعتوا؟ اطلع من الكيتشن ذا. طوين شغل ونناتك. ابوك ابو من ترجع حنانك. شفتو؟ ها ها مسكني. لا استطعنا بس ما استطعنا. هذه اقوى من حقتك عبد الله. اللي بيخاف يلعب اللعبه هذه. والله انت خاف غصب عنك حبيبي. سلامات. وش السالفه؟ سبوق الكلب فيوزك. اما كل شوي باخذ الفيوز ما عندي سالفه. الغرفه حقت عبد الله وينها؟ والله ادورها ادوارها. عبد الله جاء ما ادري كيف جاء يا اخي. توقعون يعني وينها؟ في غرفة جاها عبد الله. تك تك تك. اتوقع عبد الله جاء من هنا. هذه صح؟ لا يا حبيبي. ابى اطلع فوق. حبيبي شو شلاق هذا؟ يا ليل طلعت فوق انا. والله ان جاني ذاك. والله ان ما عين خير. انا ما لوم عبد الله يوم يفتح الدواليب هذه. ما لومه بس عبد الله ما احتاط لشيء. شوف هالبحر احنا نمشي الحين. ما احتاط لشيء عبد الله. ما احتاط انه يندس. الاختباء فن. فن لا يتقنه الا القليلين. ما تكتب ما تكتب. الله بحر. بس وين تستانس في البحر ومعك الملحس هذولي؟ يا ليل الليل لازم اقطع الوايرات واجيب ثلاث اشياء مع المفتاح.
هنا هذه تضربني بعدين اروح فيها. شو السفينة ذي اللي داجة في البحر يا ولد؟ ما وراها والي يا ولد، ما في كابتن هنا. السفينة كذا ماشية بدون اقعد. وش ذا بعد؟ اها اوف، اطلع اطلع، ايش فيك يا خبل؟ ايش فيك طيب طحت؟ ما تعرف تمشي؟ يليل يليل، في حاجة دقة عبد الله هنا بس ما ادري شنو. ايه الكاميرا، الكاميرا شافتني، شفتوها؟ افتح افتح، ادخل الدولاب، ادخل الدولاب. جا جا الكلب جا، ايوه جا 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 على طول. هو الاحمر اللي كبس، شفتوه؟ تعال تعال رجال تعال، اعطوني راجل هطف. والله انك وحش دلخ، بس انك قوي. في واحد ثاني لا يزحف بالارض، اللي يزحف بالارض هذاك زي الشبح، يطلع لك وقت انت ما تحس فيه. اسمع اسمع، هو وين راح؟ وين راح؟ ها ها، شو السالفة؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اقعد. جا جا جا، ايوه يا مدير، ايه بعدين؟ تا 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 تا، حياك الله، استناك. شوف اكبس لك بعد، ما اقدر احصن نفسي منه، ما اقدر امر من جنبه بدون ما يمسكني. الظاهر انه راح فوق تصدقون، لان فيها دور ثاني وما تدري وينه. اطلع اطلع، لا تخاف دربك خطر. يخرب بيت الكاميرا ذي، الكاميرا تنادي يا شباب. بشوف من هنا يقدر يشوفني. خلني اجهز الدولاب ذا، في دولاب هنا. الكلب يروح يجيب المكان اللي انا غبي. اي في دولاب هنا، تشوفونه هنا، مجرد انه ما يجي من هناك مشكلة، ما فيها تزويم، فإذا نظرك ما يودي بعيد خلاص ما تشوف. توقعون ان هناك. يخرب بيتك يا شيخ، ابعد ابعد ابعد. فتح فمه فتح فمه فتح فمه وداعس وراي. يخرب بيته يمشي طبلونه، يخرب بيته يمشي طبلونه. وقف 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 وقف. احشر 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 احشر، خلاص. ايوه وينه؟ يخرب بيته والله انه جلف. لا لا الكاميرا ما شفتها يا غبي. جا جا جا، يا رب ما يجي يا رب ما يجي. يا الله يا رحمن. انت كلب. لا اللعبة ذي خلاص، اغسل يدك اغسل يدك، لازم تكون عارف الحل قبل لا تلعب. سالفة انك تلعب وانت مدرعم، يجيك ابو الشباب هذا. انا شطرطور، لو حط على الكاميرا ما راح يجي. يلا تبوني انزل منها، تبوني انزل منها حلقة شو اسمه ثالثة، اكتبوا لي تحت في التعليقات. بس لازم بكون انا بستعد بستعد له بستعد له، بسوي له خطة. شلون؟ لازم احفظ اماكن الكاميرات، وكل كاميرا احط عليها بشطرطون، كل كاميرا احط عليها بشطرطون. حلو، وقتها ما راح يجي الا ذاك اللي يمشي على الارض. بصير خير.
لا تنسوا في نهاية هذا الفيديو لكليكوه وفافريتو واكتبوا تعليقاتكم إلى أسفل الفيديو. وياكم كبير الملزلزين من قناة إلى سلس. السلام عليكم.